موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. مامي دوكس قاعدين نشوفوا في مجموعة من الحملات المهمة ياسر على فيسبوك على برشا ما بين المواطنين التوانسة اللي حاولوا ما بين بعضهم يوعيوا بعضهم لي بون جيست اللي يلزم يتعاملوا شنو ما ممكن أهم النصائح زادة اللي يلزم نطبقوهم ولهنا ما هيش معناها متاع بالله يتعامل مزيا يلزم الناس الكل نطبقوهم النصائح هذوما خاطر نحميو في رواحنا ونحميو في غيرنا نحميو في الناس اللي نحبوهم سورتو شفنا زادة حتى مجموعات على فيسبوك قاعدين يحاولوا يتبادلوا المعلومات الصحيحة يعطي وناه الصحيح من الغالط من بعض المعلومات المنتشرة وشوفنا سورتو مجموعة من القرارات اللي تم اتخاذها اليوم من طرف رئيس الحكومة اللي مهما كانت الانتماءات السياسية وإلا غيره اليوم رانا ماش نحكيه سياسة قاعدين نحكيه اليوم على صحتي وصحتك هذاك علاش يلزمهم يطبقوا والحقيقة أنا حبيت ناخذ معايا اليوم بالتليفون مباشرة من العربية السعودية واحد من الأطباء التوانسة الناجحين تبارك الله بالكدا واللي موجود في المستشفى العسكري السعودي الدكتور حاتم مغزيل معنا في المباشر. عسلامة دكتور مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل. الحقيقة على فيسبوك قاعدين نشوف فيك عندك مدة تعطي في مجموعة من النصايح اللي يلزم أن نتبعوهم مجموعة من القرارات اللي يلزم اتخاذهم لاحتواء سورتو الانتشار متاع فيروس كورونا. القرار هذا تم اتخاذه اليوم دجا أينا. إذا كان نحاولوا في كلمتين والحمد لله في كلمتين إيش قولك في القرارات هذوما دجا؟ القرار هذا ارتياح كبير ارتياح كبير ياسر. احنا كنا في غفرة وكنا في حرب ضد الوقت وكنا نتأمل أن القرار هذا يخرج على أقصى تقدير خلال الأيام هذه. يعني أنا قلنا آخر أنا كتبت آخر تدوينة قلت فيها النداء الأخير إنه القرارات هذه لازم تخرج في الويكاند هذا باش نهار اثنين تبدأ تطبق لأنها آخر فرصة فعلا لتونس لإنقاذها من الوباء هذا. به اليوم القرارات تم اتخاذها ظهر لي الابليكاسيون والتنفيذ متاع القرارات هذه هو المهم بالنسبة لليوم. بالطبيعة شوف الأوبية ولا كل الجوائح ولا كل الأخطار اللي يتعرض لها المجتمع فما زوز طرق في التعامل معها تسمى طرق الاستجابة للمخاطر. ثم طريقة التدرج اللي هي استعملناها احنا في الشهر اللي فات واستعملتها اوروبا واثبتت فشل ذريع اللي هي ان نمشيو بشويه بشويه بدا الخطر يظهر نعطيه دينيزيغ نعطيه حاجات قرارات بسيطه اللي ما تاثرناش برشا على حياتنا واللي في نفس الوقت نحاولوا باش نجاوبوا بهالخطر تقوى المخاطر شويه نزيدوا نقويوا شويه بعدها وقفنا الدراسه وكل ونقعد نتبعوا هكاك في الخطر. هذه طريقه الحقيقه الطريقه هذه طريقه التدرج هذه هي اللي معمول بها والتوصيات العالميه تحكي بها يعني الحكومه ما غلطتش في الاول كيف استعملتها والحكومات الاوروبيه كيف استعملتها ما جابتهاش من روسها يعني هذه هي الطرق المتداوله في العالم. لكن الكلام هذا صحيح حتى لاخر شهر فيفري قبل ما نكتشفوا حجم الكارثه اللي صايره الحين في اوروبا صايره في ايطاليا وصارت في ايران وقاعده تصير في مصر لكن تم تعتيم كبير ياسر على مصر لكن تم كارثه عالميه كبيره ياسر اللي ما تمشيش معها طريقه الدرج. الحل الوحيد فيها هي الطريقه الاستباقيه اللي استعملتها دول الشرق. الطريقه الاستباقيه هذه اللي استعملتها تايوان استعملتها سنغافوره استعملتها هونغ كونغ استعملتها اليابان واللي تقريبا وقفت تماما نمو عدد الحالات. توا في تايوان وفي سنغافوره وفي هونغ كونغ عدد الحالات الجديده تساوي عدد الحالات اللي وقع شفاؤها يعني البناء ديما صفر يعني استابيليتي. الطريقه هذه الاستباقيه هي اللي احنا اليوم نحاول اللي يحب يحاول اللي باش نمشيو فيها اللي هي حمايه تامه للحدود باش ما يدخل حتى كا جديد وحتى لو كان دخل باش يدخل ان كا ولا اثنين مش حاجه كبيره مش كيما كانت ما شاء الله حدودنا مفتوحه على ايطاليا والبطو الداخله من فرنسا ومن ايطاليا واحنا نتفرجوا وان شاء الله يكونوا ما فماش حالات كبيره اللي دخلت لتونس لكن كنا في وضعيه ماشيين للكارثه وهذاك علاش احنا مجموعه من المدورين مش كنا احنا كنا سبعه ولا ثمانيه مدورين اللي اخذين على عاتقنا اللي كل نهار نهبطوا اربعه خمسه سته تدوينات
يعني محاولة تنبيه الناس ومحاولة دفع الحكومة باش تاخذ القرارات هذه. وذلك علاش اليوم قلت لك احنا تنفسنا السعداء لما سمعنا بالقرارات هذه اللي هي قرارات ممتازة جدا واللي ان شاء الله باش تكون عندها تأثير إيجابي جدا وباش نمشيو في يعني النهج اللي مشيت فيه دول الشرق واللي حافظوا بها على سلامة مواطنيهم من الوباء هذا. دكتور بلي نحب نعاودها أنا مثالش التكرار في بعض الوضعيات مهم ياسر هو أنه القرارات مهمة أما اليوم المسؤولية عند الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا والناس اللي ما مش يسمعوا فينا والناس اللي يتفرجوا فينا في تطبيق القرارات هذه شنية الكلمة ممكن نجم تقولها للتوانسة سيحة بالطبيعة شنو معناه قرار اتباقي هذا باش نوقفوا الشيء اللي باش يدخلنا من الحدود. لكن الشيء اللي موجود في تونس تو اكيد احنا اكتشفنا 13 ولا 17 حاله لكن اكيد عندنا ممكن 30 40 حاله لكن لانه ثم حالات اللي هو اسمبتوماتيك اللي ما يظهروش ثم حالات اللي باش تظهر بعد ايام لانها هي تو في فتره الحضانه. الحالات هذه هذه دورنا احنا كمواطنين ماهيش دور ماهيش دور الدوله. دور الدوله هي سكرت حمايه خرجت قوانين باش تنقص ماكسيموم من الترانسميسيون من العدوى على خطر الجرثومه هذه فيها يعني قوه نتاع عدوى رهيبه. هي جرثومه ماهيش يعني هو فيروس ماهوش قوي ياسر من ناحيه الفتك ماهوش فتاك برشا اما الانتشار يعني كبير برشا اللي شفناها من 3 او 4 سنوات هنا في العربيه السعوديه مثلا كورونا الابل هذه اقوى ياسر من الفتك من 3 من الناس واحد يموت هذه لا اضعف برشا أعرف لما أعرف ما مش كما الناس تحكي كل غريب عادية لا يا حبيبي ما هيش غريب عادية. توا دورنا إحنا هو تطبيق القرارات الصارمة هذه باش نوقفوا العدوى في الداخل. بما أن ارتحنا من الشيء اللي جاي من برا لازم في الداخل نحيطوا العدوى نطبقوا قرارات النظافة والهيجين بتاعنا الكل غسل اليدين على الأقل 10 مرات في النهار ما نبوسوش بعضنا ما نمشيوش نطلوا على المرضى في السبيطارات ما نعملوش حفلات أعراف مثال نفضوا شهرين ثلاثة مشهور وصيف نعديوه لباس إن شاء الله. وهي ساعات حتى سمحني دكتور ساعات ديجيست اللي هم تلمو بسيطين فما شكون يقول لك يا أخي هذوما باش يحميهم من كورونا أي هذوما أي نعم أي نعم الكورونا على خاطر أنت ما تشوفهاش بعينك باش تقول أنت لا خلنا بعد عليها هي موجودة في كل بلاصة نجم تكون وقت اللي تطلع في الأسانسير وتضغط على الزر هذاك ما تعرفش عليه نجم يكون واحد ضغط عليه قبلك بنص ساعة ولا بساعة ولا بساعتين عنده كورونا وجات في صبعك وبعدها أنت حطيت صبعك في فمك ولا في خشمك ولا في عينك مشيت هذاك علاش أغسل يديك تطلع في الأسانسير تغسل يديك تهبط من الأسانسير تغسل يديك وتطلع في الدروج مش لازم تطلع في الأسانسير تطلع في الدروج وما تمس شكل حديدة اللي لابسها في الدروج وتقعدش في القهوة ولو كان قعدت في القهوة اشرب قهوتك واخرج ما تضربش ساعتين. وذلك علاش هو القرار نتاع انه ما سكرناش القهاوي كومبليتمون ما لازم نفهموا زاد الحكومه ما تنجمش تعمل شلل تام للاقتصاد. تعرف القهاوي في تونس بالالاف وتخدم في الاف من الناس وعادات وتقاليدنا هي القهاوي كي تسكر العشيه وفي الليل ثم حاجه خارقه للعاده ما نجموش نطلبوا منهم زاد اكثر من الشيء هذا. لكن احنا بطبيعتنا خارج ماشي للخدمه الصباح باش تعاد القهوه واش تقعدك على الكونتوار ومشي على روحك مش بالضروره باش تحلل هز قهوتك وخرج اشربها قدام القهوه في تراس نوصيو عليك الجوبلي والجوبلي بعد ما تشربوا طيشوا فوالا. وماذا بينا ماذا بينا الناس اللي تخدم في القهاوي وفي المغازات وفي المطاعم هما راهم هذوكم اكثر ناس ثم حاجه في انتقال العدوى اسمها سبريدينغ. شنو سبريدينغ هذه؟ معناها تكون الامور راكحه ومن بعد تهيج فرد هيجه كما اللي شفناه درنيرمو في ايطاليا. الهيجه هذيك مناش تجم تكون من شخص واحد هو سوبر معدي يعني في العادة هو العدوى تنتقل من واحد ينقلها لزوز ولا ثلاثة. تنجم بالحظ أو بسبب الشغل متاعه أو بسبب وجوده في مكان معين نجم ينقل العدوى ل 200 و 300 شخص ويعمل هاك الهيجة هذيك متاع العدوى. يعني هم شكونهم الناس هذوما؟ هم الناس اللي ديما اون كونتاكت مع العباد سيرفر في قهوة يرد باله يرسل واندوات نبه عليه انت ما انت ماشي تشرب قهوتك تلقى سيرفور ياخذ الفلوس من عند العباد وفي نفس الوقت يبدلهم في كرواسون تقول له خويا ما تعملش كيك خويا حشتنا بروحنا راه مهم ياسر. دكتور يعني حاتم يعني كلنا يلزمنا نحاولوا باش نطبقوا مش على انفسنا برك لكن حتى نعسوا على غيرنا.
دكتور حاتم غزال، انا نحب نشكرك برشا، خاطر الكلام هذايا راه مهم ياسر، وعلى قد ما نحاول نبسطه للمواطن على قد ما المعلومه تنجم توصل، وعلى قد ما ممكن ساعات نخافوا نطيحوا في التهويل. انا ظاهر لي ما نعرفش كان موافقني ولا لا، انه ما يسالش التهويل. التهويل كيف نقولوا حاجه بالكذب، كيف نقول لكم راهو ثم غول وهو ما فماش غول. احنا ماناش نهولوا، احنا نقولوا في الحقائق كما هي باش الناس تتحمل مسؤولياتها. راهي ماهيش لعبه، راهي ماهيش جريب عاديه، راهي اليوم في ايطاليا قتلت 250 شخص اليوم، راهم 2000 شخص اليوم جدد مرضوا في ايطاليا. كان نحبوا نمشيو في السنيه هذه نمشي، واليوم ندافعوا على رواحنا ونحمي رواحنا ونحمي والدينا ونحمي اولادنا ونحمي عائلاتنا ونحمي جيراننا ونحمي احبابنا. يلزمنا نتصرفوا كجنود في حرب، ستريك شهرين هذوما زيرو ايغور، صفر خطا من الناس الكل. شكرا كبير ليك، الانسان يعس على روحه ويعس على اللي بجنبه. شكرا كبير ليك دكتور حاتم غزال. الانضباط، هذه هي الكلمه ممكن اللي نجم نلخصها. اهم شيء وان شاء الله يتعداوها الشهرين هذوما ان شاء الله. ثم الدول راهو ثم دول ممكن اقتصاداتها تنهار تماما بسبب هالوباء هذايا. ثم احنا نتمناو الخير للناس الكل، وما ثم دول ماشيه للاسف الشديد للانهيار. ان شاء الله المرحله ما نكونوش منهم، وان شاء الله بالعكس هالمرض هذا بالعكس يحدث فينا رجه نفسيه ولحمه وطنيه وترجع تونس كما كانت قبل، الناس الكل تحب بعضها. مهم كلام برشا الكلام هذا. دكتور حاتم غزال طبيب تونسي موجود هو في العربية السعودية في المستشفى العسكري في السعودية، تحية كبيرة ليك وتحية لتوانسة اللي موجودين زادة في السعودية، كل جاليتنا اللي موجودة غادي إن شاء الله لباس الناس الكل. الكلمة ممكن اللي نحب نلخصها ولا نلخص بها هي الانضباط في تنفيذ القرارات هذية باش نجموا نحميوا بعضنا الناس الكل، نحدوا من الانتشار من متاع فيروس كورونا مهما كانت ممكن الإمكانيات اللي موجودة في تونس. صحيح ما نكذبوش على بعضنا، الإمكانيات ما هيش إمكانيات نتاع الدول المتقدمة، ولكن اليوم طالبين أنه يكون فما تضامن كبير بين التوانسة، انضباط كبير في تنفيذ القرارات هذية. وممكن الصين نجمة تتجاوز اليوم المرحلة الكبيرة والمرحلة اللي نتبعوا فيها، كنا من نهاية شهر ديسمبر جان في فيفري وغيره، نجموا يتجاوزوا هذا كل بالانضباط، سورتو الانضباط. إن شاء الله يا ربي تحمي بلادنا. وتحية كبيرة ليكم الناس الكل.